السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين القناة الكرام، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليوم من الخير والبركات، الفيديو النهاردة عن المشاكل اللي بتحصل يوم العيد. لو في ناس يوم العيد ده مخصصة للفسيخ، طبعا هتروح عند حماتك تهلف عليك ميت عظيم لا تأكلي، تروح عند أختك برضك نفس النظام، عند جارتك، عند زميلتك في الشغل، طبعا المعدة هتتحمل ايه؟ المعدة دي كله ده بيكتم على المعدة، بيحصل انتفاخات، بيحصل إسهال، إمساك مزمن، تلبك معوي، لا قدر الله بيحصل تسمم من الفسيخ. هنقول لكم الحاجات لازم ضرورية تكون في البيت، متواجدة عندكم في البيت وخصوصا في أول أيام عيد الفطر المبارك. أول حاجة الروند، ده سليم، ده الروند سليم، وده برضو الروند أنا طاحنة في البيت. يعني نجيب الروند نروح عند العطار ونقول له هات عايز روند، نقول له هات سليم ونطحنه في البيت. تاني حاجة الكراوية، إن في ناس يقول لي ده كمون، أديك الكمون، فرق واضح بين الاتنين، أديك الكمون وأديك الكراوية. اقشور الرمان، طبعا ما فيش بيت بيخلى من القهوة. السنمكي سواء كان ورق او بذور زي كده، دولة سنمكي دي متواجد عند العطار. هنقول لكم كل الفائدة لده كله. إذا كان عندي آلام أسفل البطن هنستخدم الكراوية. هنجيب معلقة صغيرة، معلقة شاي، أحطهم في كوب وأضيف عليهم المية المغلية وأغطي الكوب وأسيبه لغاية لما يبرد وأتناوله. ده بيريح معاي المشاكل الأسفل المعدة. طب إنما إذا كان في إسهال، في إسهال في كذا طريقة للإسهال، يا إما بن، ناخد حوالي نص معلقة بن وأسفها أو دوبهم في شوية مية وأشربهم، بلاش من غلية البن، من غلاش نجيب نص معلقة صغيرة في نص كوب ماء ندوبهم ونشربهم، ده للإسهال. وبرضو قشور الرمان للإسهال. الروند ممتاز للتلبك المعوي وممتاز برضو للإسهال وألم القولون. طبعا عامل فيديو عن الروند وعامل فيديو عن قشور الرمان، هنسيبهم لكم أسفل الفيديو. إذا كان عندي إمساك السنمكي، ناخد 7 ورقات زي كده، 7 بالظبط، واطحنهم على بعد ما اطحنهم احطهم في الكوب، وبعد كده اضيف عليهم الماء المغلية واسيبهم لغاية لما يبردوا واتناولهم. ما يطلعش من البيت خالص في الوقت ده، اقعد في البيت لان رايح الحمام هيعمل لي سهال. اذا كان عندي الام اعلى البطن، الكمون، طبعا ما فيش بيت عربي بيخلى من الكمون سواء كان مطحون او كان بذور زي كده. لو كان بذور هناخد معلقة شاي بذور كمون وضعهم في كوب واغلي المية واصب عليهم المية المغلية واغطيه واسيبه لغاية لما يبرد، بعد كده اشربه. الحاجات دي يا جماعة منحطش عليها سكر، منحطش عليها عسل، نولعها كده على طول. طب اذا كان مطحون
إذا كان مطحون هناخد نصف معلقة من الكمون المطحون على كوباية زبادي وأقلبهم وأخدهم. طب ما فيش زبادي، على نص كوباية مية أو ربع كوباية مية، أو ممكن أسف الكمونات وأشرب عليهم كوب ماء. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك اشتراك للقناة فضلا وليس أمرا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.